أهلا بكم إلى الوثبة. من الميادين التي أصبحت تستقطب اهتمام الشباب النشاط الفلاحي، بعد أن أثبت هذا القطاع أهميته من خلال توفير مداخيل أصبح الاعتماد عليها ملحوظا. توجه الشباب إلى الفلاحة رغبة منهم للاستثمار في هذا الميدان الواعد لما يدره من ثروة وفرص عمل. عبد المومن من الشباب الذي توجه إلى هذا الميدان من بائع مواد تجميل إلى مزارع ناجح يزرع ويجني ثمار جهوده محققا وثبة بطريقته. نتابع. مومن مثال الشاب الطموح والناجح، استطاع أن يطور نفسه نحو مستقبل أفضل. انطلق من بائع لمواد التجميل إلى مزارع ناجح. كانت الانطلاقة تاعي من الجامعة، حصلت على شهادة ليسونس في اقتصاد وتسيير المؤسسة، وكان دائما حلم تاعي والشغف تاعي أني نكون مزارع ناجح. فتحت متجر تجاري، هذا عاوني الأب ديالي عاوني باش نحل هذا المتجر الصغير. الحمد لله حققنا نجاح، قدرت من هذا المحل أني نطم رأس مال صغير وننتقل به المجال. جبنا خدامين، حرتنا الارض، شرينا الكوتا كوت، وصلنا الماء من لاسورس ناتيورال اللي عندنا هنا حتى للارض. عبد المومن صب كل جهده وتركيزه على زراعه البطيخ. حرتها ومع من تماتي كان الحق بينا الصيف، خممنا واش راح نزرعوها، جات في راسنا باش نزرعوا هاد اللاع. كان موسم صيفي وهاد الفاكهه كيما نعرفوا باللي الجزائريين يحبوها وكنا كاع يحبوا يشروها. تبعناها بالخدمه، تبعناها بالاسمده منايا، الحمد لله عطاتنا ريزلطا هايل. الناس كلات، خدمنا شباب اللي عنده الداه اللي ما عندوش الداه، والله غير حققنا نجاح هايل. ساعده في ذلك 8 عمال. عندهم قريب 7 شهور هما خدامين معايا هنا في هذا الارض، والحمد لله خدموا واستنفعنا ونفعتهم وعجبهم الحال. كاين شباب ما كانوش يخدموا خدمناهم، كاين واحد حتى فيهم تزوج عاوناه دار عرس، والدكاتيك راهم بعائلة تاعهم قاع ياكلوا منا من هذه الارض هاديه. نحفر حفاير هادو، نغرس، نحي، مثلا لاقين لاقين هذو البلاستيك هذو، كما نقولوا تعوجوا ولا كذا نبلاصيهم، يعني اي حاجه. استصلاح الاراضي تخلينا ننظموا الشغل الفلاحي، وحنا نحبوا نجيبوا لاجوناس هذه اللي قاعده تخدم فلاحه خير من تقعد في الطريطوارات والمشاكل والدنيا وكذا ومنايا. وانا نخدموا في الاراضي والحمد لله صافي لونطو. وانا مع هذا عبد المومن خدمنا معاه الدلاع، ورانا نخدموا دوكا في الماشطو. الدلاع خرج ما شاء الله، الامور ماشيه يعني الحمد لله. فبإصراره وعزمه على بلوغ النجاحات استطاع عبد المومن تحقيق مراده. سهل عليه ذلك خصوبة التربة والمناخ الملائم، زد على ذلك الوقوف والعزم على تحقيق الوثبة التي حصد من خلالها منتوجا وفيرا ساهم من خلاله بشكل فعال في تغطية حاجات السوق الوطنية نظراً للنوعية وجودة المنتوج. هنا عندنا أرض خصبة الأحسن في العالم، الجزائر هذه أرض متيجة من أجود، عندنا 20% في الجزائر هذه متيجة من أجود الأراضي عالمياً، نفس درجة مع التراب تاع كاليفورنيا اللي تقدر تعطي منتوج ما 4 خطرات في السنة ما تعطيهش أرض واحدة أخرى. جبنا البودور وشريناها وشرينا بودور
دون وعيه جيده وغرسناها والحمد لله. لي في بلاصه واحده اخرى بالك هكتار واحد يعطيك 100 قنطار، هنا تعطيك حتى ال 500 قنطار. وانتجنا تجنا انتاج ما شاء الله، والناس كلات والدنيا وسلعتنا ما شاء الله كانت الناس قاعده تهدر عليها. حنا نخدموا هنا في بني مسوس ما شاء الله، يعني الدله هذا تاع بني مسوس ما يخافوش يتباع بسومه مليحه، والناس قاعده تعرفوا باللي ما تاع لاسورس. خدمنا معاه الدله ورانا نخدموا دوكا في الماشطو، الدله خرج ما شاء الله، الامور ماشيه يعني الحمد لله. ثقة عبد المومن كبيرة في السلطات المحلية والمختصة في مرافقة وتمويل مشروعه الناجح، مع إمكانية تخصيص قطعة أرضية أكبر تتماشى مع طموحاته وتطلعاته المستقبلية التي يأمل من خلالها الولوج إلى عالم التصدير. كان توفر لنا الدولة الجزائرية والسلطات المحلية أرض فلاحية، احنا الحمد لله ما نشا عباد كسالة ولا نخدموها نحرتوها ونوقفوا عليها ونوعدوهم باللي نعطوهم إنتاج جامع طاتو. أنا مادابيا نسجعوا في بلاده، ومادابيا تكون شي ناس كيما عبد المومن هدايا، إنسان ما شاء الله صغير حايب يدير لافينير ليه وللناس كانت ماشي غير ليه. حنا نخدموا معاه لهنايا ما شاء الله 7 خدامين 8 خدامين، يعني رانا بالكاتم موا 5 موا ما نحبسوش معاه. انسان خدام وانسان عاقل وانسان يعني ما شفنا فيه والو من وقت الدله على لهنايا، دروك رانا بارك فيه 5 شهور ولا الحمد لله. راني نحلم انا ثاني ان شاء الله تكون عندي ارض ونستثمر فيها ونخدم وننجح ان شاء الله. الإصرار والإرادة والعزيمة هي الخلطة السحرية التي اعتمد عليها هذا الشاب العصامي، معتمداً على نفسه ليحقق نفسه في مجال قلما يطرقه الشباب، وربما هذا ما ساعده على النجاح، أن تفعل ما لا يفعله غيرك وتتميز وتتحدى نفسك والآخرين فتكون قدوة لغيرك للوثوب إلى حيث النجاح. انتظرونا الوثبة القادمة، إلى اللقاء. تأمين حاجة النباتات البيئية وحمايتها من التيارات الهوائية ومن الآفات الزراعية عن طريق البيوت البلاستيكية أصبحت من أهم المشاريع في الجزائر. مستثمر فلسطيني أثبت نجاحه بإنشاء شركة تصنيع وتركيب البيوت البلاستيكية بالاعتماد على أيدي عاملة جزائرية 100% استطاعوا تحقيق الوثبة في هذا المجال. نتابع. الاعتماد على الذات وقوة الإرادة والعصامية والطموح جميعها صفات تحلى بها أبو سلطان الذي سلك درب أجداده لتحقيق الوثبة في صناعة البيوت البلاستيكية العصرية والمتطورة. نفس المشروع كنا نعمل مع الوالد في شركة عائلية في فلسطين في قطاع غزة بالذات في نفس المجال، ومجال تصنيع وتركيب البيوت البلاستيكية المكيفة. أسس شركته الأم في غزة بفلسطين الشقيقة، وفي عام 2000 نقل فكرته وبلورها واستثمر في الجزائر. احنا حابين هذا المجال لأن هذه شركة فكرة عائلية أبا عن جد، وطورناها في فلسطين من عام 1980 ونحن في نفس المجال، ثم انتقلنا إلى الجزائر الشقيقة لأنه وجدنا رغبة في السوق الجزائري وانفتاح من طرف الدولة الجزائرية لاستخدام هذه التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاج والمساهمة في الإنتاج الوطني، وخاصة في الخضر والمشاتل تحت البيوت البلاستيكية المكيفة. حقق نجاحات كبيرة في مجال تصنيع وتركيب البيوت البلاستيكية المتعددة القيمة بالمكيفة هنا في دولة الجزائر. اعتمد على نفسه وثابر والخلق فرص لنفسه والآخرين أنهم يستثمروا في المجال الفلاحة والبيوت البلاستيكية، وهو بنفسه استثمر فيها. بدأ مشروعه من حر ماله، ساعدته في ذلك أيادي عاملة جزائرية متمكنة في مجال اختصاصها بفضل اطلاعها ومتابعتها للتطورات الحاصلة في هذا المجال. قمنا باستئجار هذا المكان وبدأنا في رأس مال خاص عائلي
وتم إنجاز هذا المشروع بأيدي فلسطينية جزائرية مشتركة، وأنا حوالي 20 سنة في الجزائر في نفس المجال. يعمل مع أبو سلطان قرابة 32 عاملا بصفة مباشرة و70 عاملا ميدانيا بصفة غير مباشرة، تمكن من خلالها في المساهمة في توفير مناصب شغل للشباب. عندنا الأيدي العاملة هي 100% جزائرية باستعانة خبرة فلسطينية. العمال غير مباشرين هم اللي يديروا عملية التركيب والإنجاز في الحقل، والمباشرين اللي يقوموا عملية التصنيع. مشروع طموح ارتأى من خلال صاحبه من أن يرفع التحدي بفضل العمل الدؤوب للوصول إلى بر النجاح. طورنا ودخلنا تقنيات جديدة للتحديث واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وخاصة الأوروبية منها. حيث تعتبر مؤسسة أبو سلطان لصناعة البيوت البلاستيكية الحديثة والمكيفة الرائدة في مجالها، والتي تستخدم للزراعة بشتى أنواعها وكذا الزراعات المائية. هي بيوت مكيفة مهيئة للزراعة المائية، تستخدم فيها تقنيات عالية لخلق مناخ مناسب من التدفئة والتبريد داخل هذا البيت، ويستخدم فيه الزراعة المائية لإنتاج المنتجات العضوية. كان الزراعة المائية والزراعة الهيدروبونيك والأكوابونيك. يستخدم في تصنيعها مواد أولية جزائرية الصنع متوفرة في السوق الوطنية كالحديد المجلفن. 70% من المادة الأولية نستخدمها هي المواد الحديد المجلفن، ومصنوع محلي والحمد لله متوفر حاليا، و30% نستوردوها، هي عبارة عن تقنيات وأمور غير موجودة محليا، وخاصة الأمور الإلكترونية والتقنيات التحكم في التدفئة والتبريد داخل بيوت البلاستيكية. طور أبو سلطان مشروعه بفضل تواصله الدائم مع مراكز البحث العلمي والتطوير. الفئات المستهدفة بالنسبة للشركة يعني هم الفلاحين الخواص أو المستثمرين الخواص، وثانيا المعاهد الوطنية المختصة في التطوير والبحث العلمي، مراكز التكوين المهني، ومستوى المعاهد التابعة لوزارة الفلاحة المختصة في تطوير وتجارب في إنتاج النباتات والمنتوج الفلاحي تحت هذه البيوت المكيفة. أدخل تقنيات حديثة ساهمت وبشكل فعال في نجاح المشاريع الزراعية بشتى أنواعها، متبعة في ذلك الأنماط الأوروبية والشركات العالمية المختصة في هذه المجالات. هذا هدفي منذ الصغر لتطوير هذا المجال، ومازال عندنا رغبة للتوسعة إن شاء الله في هذا المجال والتكثيف في إنتاج بيوت بلاستيكية مؤقلمة باستخدام تقنيات حديثة علمية، ولكن لدينا بعض العراقيل البسيطة وإن شاء الله نتجاوزها. نجاح أبو سلطان ارتبط بحبه وتعلقه لحرفة أجداده، ساعده على ذلك انفتاح الدولة على هذا المجال الحساس وتقديمها التسهيلات للشباب الطموح للاستثمار في ميدان الزراعة بغية تغطية حاجات السوق الوطنية والدفع بعجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني. بسبب تطوير منتجات الشركة كانت تونس هي الواجهة الأولى بالنسبة لنا، وحاليا بعد مساهمة الدولة والتشجيع على عمليات التصدير لدول الجوار وتهيئة المناخ المناسب من النقل والجمركة وإلى آخره، قمنا بانفتاح نحو السوق مرة ثانية. منتوجات أبو سلطان لقت رواجا كبيرا داخل الوطن وخارجه، خاصة من طرف الفلاحين والمستثمرين والجامعات والمراكز التكوينية. طموحه مشروع
ألا وهو مرافقة الدولة لاستثماره من خلال منحه قطعة أرض لتوسيع مشروعه، الأمر الذي سيساهم بشكل فعال في زيادة الإنتاجية وبلوغ آفاقه المستقبلية المتمثلة في تلبية الحاجة الوطنية والتصدير إلى الخارج. الإقبال على المنتوجات تاعنا في الوقت الحالي راه متوسط، ماهوش قليل ماهوش ضعيف وماهوش بقوة يعني كما يلزم يكون. السبب ممكن لما الفلاحين سبب عدم الإقبال تاعهم، ممكن مازال ما يعرفوش التقنيات هذه، مازال مش مقتنعين بالفوائد تاعها كاملة، وممكن العوائق المالية اللي تواجههم ممكن ماهمش لاحقين باش يديروا البيوت البلاستيكية. في عراقيل في كل المجالات، والمواثبة وتحديد الهدف والمثابرة عليه والسهر على هذا هو أحد أسباب النجاح. بعض العراقيل هو عدم اكتفاء المساحة، نحتاج في قطعة أرض، إذا أمكن الدولة الجزائرية تساعدنا في هذا الموضوع لتوسعة وشراء الماشينات الجديدة لتطوير العمل. الاعتماد على الفلاحة كقطاع منتج للثروة محقق للاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير، هدف بدأت ملامحه تظهر بقوة من خلال تحقيق مداخيل معتبرة في الفترة الأخيرة. ولترسيخ هذا المبدأ من الضروري اعتماد أساليب عصرية في الإنتاج الفلاحي، البيوت البلاستيكية واحدة منها. انتظرونا العدد القادم، إلى اللقاء.